محمد الصادق عليه السلام قال: سئل الإمام الباقر عن فضل ليلة النصف من شهر شعبان، فقال: هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، وهي ليلة يمنح الله العباد فضله ويغفر لهم بمنه، فاجتهدوا في القربة إلى الله تعالى فيها، فإن الله آل على نفسه ألا يرد فيها سائلا ما لم يسأل الله معصية. لا يختلف حال ليلة النصف من شعبان عن حال ليلة القدر كثيرا، فإن هذه الليلة جزء من شهر مبارك تتشعب فيه الخيرات. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أقبل شهر شعبان يقول لأصحابه: قولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله رب العالمين على ما فضلكم به من شهر شعبان. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصوم به شهر رمضان. أيها الأحبة، ليلة النصف من شعبان ليست ليلة لهو وليست ليلة سهر إلى منتصف الليل، بل هي ليلة دعاء واستغفار وصلاة. فينبغي أن نعطي هذه الليلة حقها، فليبادر أهل القرية وخصوصا الشباب إلى أحياء هذه الليلة في المأتم، فالمبادرة مطلوبة منكم جميعا، كما أن الأنس والفرح بهذه المناسبة أمر مطلوب، لأنها تختص بميلاد القائم المنتظر عجل الله فرجه الشريف. ولكن علينا أن نحيي هذه المناسبة بأسلوب نظامي وحضاري وولائي عبر تسيير طرق المرور والمحافظة على النظافة والبعد عن الموسيقى المطربة والبعد عن الاختلاط عن أي محجور شرعي، وعلينا الالتزام بالقيم والمبادئ. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بركة هذه الليلة. أيها الأعزاء، يرجى الانتباه إلى أنه لا ينبغي للأخوة أو لبيوت القرية أخذ وجبات إضافية من الوجبات التي توزع في المأتم إلى البيوت، وألا يأخذوا أكثر من حاجتهم، بل الاكتفاء بتناول الوجبة المخصصة للتوزيع، وذلك منعاً للإحراج من أصحاب الدعوة وللحيلولة دون الشبهة الشرعية. فأصحاب هذه الدعوات يرتجون الثواب من الله في إطعام أهل القرية والمستمعين، سواء في ليالي محرم أو الوفيات أو أيام المواليد وغيرها. ومن يعتقد بأنه لا يستطيع أن يأكل هذه الوجبة التي توزع فليتركها لغيره، ولا يخزنها إلى الغداء أو إلى يوم آخر، فالدعوة مخصصة لتلك الليلة وحسب ما يكتفي. ولكم جزيل الشكر والاحترام، وأفلح من يصلي على محمد وعلى محمد.